بالنسبة لما نيجي على البروبرتي في عندي متغير راندوم فيريبل فاكس راح نفترض انه اكس هو راندوم فيريبل اكس راندوم فيريبل يعني اكس ممكن ياخذ قيم مختلفة. هلا انا مشكلتي ما بقدر اقول اكس قديش قيمته، هل بقدر اتنبأ قديش قيمته؟ لا ما بعرف قيمة اكس ايش راح تكون بكرة مثلا او بعد دقيقة ما بعرف، لكن من ملاحظتي التاريخية لتاريخ اكس ايش بقدر احكي عنه؟ في احتمال انه يكون بالقيمه هاي او احتمال يكون بالقيمه هاي، فمنعبر عن البروبابيلتي تبعت اكس نستعمل شيء اسمه probability density function. والprobability density function هي function بتوصف لي ايش احتمال انه تكون قيمه اكس مساويه لقيمه معينه او ايش احتمال انه قيمه اكس تكون ما بين two variables. يعني probability density function هي probability انه x يكون بين a و b، بقدر اوصفها بهذا الشكل، او ال probability انه x تساوي certain variable. اوكي ماشي واضح. انا ما بقدر احكي بالضبط بس لكن بقدر انا لاحظت من مراقبتي لx انه x مثلا كثير احيان مثلا تكون قيمتها مثلا بين نص وستة بالعشرة، قليل جدا تكون قيمتها مثلا 0.1 وعمرها ما اجت اكس نيجاتيف. مش هاي الاشياء اللي راقبتها تاريخيا بقدر اطلع منها شيء؟ لو ضليت اراقب هذا الفاريبل لمده سنه واسجل قيمه مش بقدر اطلع بمعلومات عنه؟ واذا افترضت انه هاي الكاركترستكس فيه بتضلها ثابته ستيشنري بروسيس ما بتتغير، معناها بقدر اقول مستقبلا انا ما بقدر اقول قديش قيمه اكس بس بقدر احكي شيء عن احتمال انها تكون هاي القيمه within a certain range او مساويه لقيمه معينه، وهذا بساعدني باتخاذ القرارات مش هيك؟ انا مزبوط ما راح اقدر اعرف قديش variable معين بكره، انا ما بقدر اعرف قديش سوق الاسهم راح يكون بكره الصبح مثلا الساعه 9، لكن انا في عندي معلومات تاريخيه بتقدر تعطيني with some confidence اقول انه احتمال كبير يكون الفاليو بين هاي القيمه وهاي القيمه، في 95% انه يكون قيمته مثلا بين هدول التو variables. ولذلك بنعرف two types of random variables، في عندنا continuous random variables زي ما عندي continuous variable، في عندي continuous random variable، وفي عندنا discrete random variable. continuous random variable بقدر ياخذ any value بين 2. فمثلا لو اجينا اطلعنا على هاي البي دي اف، هذا الفاليو تبع x اللي هو random variable، وهذه هون راح اسميها f of x او p of x. ولو اجينا اطلعنا على f of x و p of x وجدنا مثلا انه هون عندي هذه x1 وهذه 0. شو بقول لي هذا؟ شو بقول لي هذا الكيرف؟ ايش احتمال ان x تكون نيجاتيف؟ زيرو. هذه انا متاكد منها مش راندوم، هاي متاكد منها مش with confidence with very high level of confidence، انا متاكد انه x عمرها ما بتصير نيجاتيف. وايش كمان؟ x مستحيل انها تكون اكبر من x1، وفي لها قيم في احتمال متساوي انها تكون بين القيمه 0 وقيمه x1. اوكي ماشي، لكن كون هذا خط متصل معناها هذا الفيريبل ديسكريت ولا كونتينوس؟ كونتينوس، ممكن ياخذ اي قيمه. كم قيمه في عندي بين الرقم 0.50 و 0.51؟ كم رقم في بين هذول الرقمين؟ انفينيتي. الكل فاهم هذه الفكره؟ هذا ريل فيريبل، مش فريل فيريبل ممكن يكون عندي 0.500001 0000002 مش هيك؟ ومش بس هون بوقف، ممكن اروح 0.500050.1. اذا كم عدد الفاريبلز بين هدول الاثنين؟ infinite number of variables، في infinite number of possibilities. هذا بنسميه continuous random variable، ممكن ياخذ اي قيمه ما بين 0 واكس 1، اي قيمه بدك اياها، ممكن ياخذ عدد هائل من القيم. اذا في continuous random variable وجينا سألنا السؤال، خلينا ناخذ هذه نفترض هون هاي 3. إذا هاي شو بتقول لي؟ هذا الراندوم فيريبل اكس ممكن ياخذ قيم بشكل متساوي ما بين قديش؟ ما بين 0 و 3. هلا هون بدي أسألكم السؤال المهم. ايش البروبابيلتي انه اكس يساوي 1.5؟ ايش احتمال انه اكس يكون 1.5؟ ايش عمالي انا بقول يعني؟ يكون 0 0
ليش زيرو؟ لأن هو احتمال لأنه قديش هذا عدد قديش عدد الأرقام ما بين صفر وثلاثة؟ انفينيت نمبرز مش هيك؟ أنا إيش طلبت منهم؟ أنا طلبت 1.50 انفينيت نمبر أوف زيروز بعده مظبوط؟ شو كان الأحسن إني أسأل؟ probability إنه X أكبر من مثلا أو تساوي 1.5 1.6 هل هاي زيرو؟ لا قديش قيمتها؟ هذه 0.1 مش هيك الرينج هذا 0.1 فإذا جيت رسمتها هون رح أجي أقول هاي 1.5 تقريبا وتقريبا برسمي هون هاي 1.6 فالأريا هاي شو بتمثل؟ الاحتمال إنه يكون الكونتينيوس راندوم فيريبل ما بين 1.5 1.6 شو صار؟ صار الأريا هاي مقسومة على الأريا الكلية للمربع أو المستطيل قديش لازم تكون الأريا تبعت المستطيل؟ باي ديفينيشن واحد مش هيك؟ لأنه في النهاية لازم هذا الفاريبل في نهاية النهار لما بطلع له فاليو لازم يكون له قيمة بين واحدة من هدول التنتين ما فيش له إشي برا وما إشي البر إذن الأريا تبعت هذا المستطيل واحد مش هيك؟ هلا شو احتمال إنه هو يكون بين 1.5 و 1.6.1 مش هيك؟ مزبوط؟ بس هو الرينج كله قديش؟ ثلاثة إذن قديش رح تكون الاحتمال؟ هاي بتساوي 0.1 على ثلاثة اللي هي بتطلع 0.033 مش هيك؟ ماشي واضح لها؟ طيب شو احتمال انه X يكون اكبر من 1.5؟ نص مش هيك؟ لانه هذا صار نص المربع منه. شو احتمال انه يكون مثلا بين 1 وبين 0 و1 ثلث مش هيك؟ ايش احتمال انه يكون بين 0 و2 ثلثين مظبوط؟ شو احتمال انه يكون هذا الفاريبل بين 0 و3؟ واحد لازم يكون بين 0 و3 اذا هذا بنحكي عنه continuous random variable بس تذكروا فكره هاي الفكره بلخبط فيها كثير من الطلاب اذا كانه continuous random variable مستحيل يطلع بالضبط القيمه هاي لكن الاصح اني ايش اقول بده يكون بين رينج ورينج معين حتى لو صغرت هذا الرينج هون حسب ما بدي بس لازم احدد انه لازم يكون لانه continuous في حين الديسكريت راح يختلف ايش الديسكريت random variable شو يعني كلمه ديسكريت مقسم لاقسام ديسكريت فلو جينا اطلعنا الآن لو أخذنا discrete random variable وقلنا discrete random variable ممكن مثلا لو جينا على علامات طالب ممكن أنا أقول علامته في هاي المادة ممكن تكون discrete مش هيك فممكن تاخذ الـ values إيش؟ A و A minus مضبوط و B plus أو خلينا نفترض إنه نبسطها طالب ممكن ياخذ في مادة A B C D E أو F أوكي؟ هل بيقدر ياخذ اف ونص او شيء بين الاي والاف؟ هل بيقدر ياخذ شيء غير الاي؟ اذا هو ايش الفاليوز هذول؟ ايش الفاريبل هذا بنسميه؟ ديسكريت، بده يكون واحد من هذول، اذا ايش احتمال هو لو هذا متعادل الفصل، ايش احتمال انه يجيب ايه؟ 1 2 3 4 5 6 1 على 6، لو فرضنا انهم متساويين طبعا، ايش احتمال انه يجيب اي او بي او سي؟ نص، ايش احتمال انه يجيب اي او بي؟ ثلث مش هيك؟ 2 على 6 شو احتمال انه يجيب علامه بين اف و اي؟ واحد 100% لازم تيجي علامه مش هيك؟ لازم يجي واحده من العلامات هذا الفيربل بنعبر عنه الان هذا كونتينيوس هذا كونتينيوس راندوم فيربل انا عارف في نكات كثيره انتم رح تطلعوها على الاي تو اف بس بتحكوها بعدين اه في نكات كثيره ايش الاحتمالات الحقيقيه؟ هلا هون عندي هذا صار ديسكريت راندوم فيربل والديسكريت راندوم فيربل رح اعبر عنه هلا رح احط انا هون اي B, C, D, E, F وهون ايش بدي احط؟ ايش اسمه؟ امبلس اشكرك اوكي ايش الامبلس؟ الامبلس اللي احنا بنعبر عنها في الفانكشن دلتا تي مضبوط دلتا تي قديش العرض تبعها؟ زيرو لان هي خلص مركزه فوق الاي ما فيش لها شيء برا الاي ولا قبل الاي فافضل فانكشن عبر عنها هي الاي قديش ارتفاع الامبلس فانكشن انفينيتي قديش المساحه تحتها واحد بس هذه راح تكون واحد على 6 الارتفاع تبعها قوتها واحد على 6 يعني بامكاننا نفكر في هاي الامبلس فانكشن كانها مستطيل رفيع جدا المستطيل ارتفاعه عالي جدا العرض تبعه صغير جدا وارتفاعه عالي جدا والمساحه تحته بهاي الحاله
واحد على ستة. ايش بدك تحكي؟ هو خط بس خط ماشي. هو رياضيا خط. قديش ارتفاعه؟ انفينيتي. وقديش عرضه؟ بس انا هل سهل تفهميها لو حكيت لك هي؟ هل لها معنى فيزيكالي؟ شو بحاول اعمل الان؟ بحاول اقربها لذهنك. فبقول لك افترض انها هاي كانها عالي، لان انا بقول لك مساحه تحتها واحد، ما هي ارتفاعها انفينيتي، انفينيتي ضرب زيرو قديش المساحه؟ انديفاين. بس لو جيت عرفتها انه لها مساحه عرض صغير جدا دلتا وارتفاعها عالي جدا واحد على دلتا وحاصل ضربهم واحد على ستة صار لها معنى اكثر. نعم دكتور، هي اصلا عباره عن ريكتانجل مساحته سدس، فكل ما صغرنا العرض بضل يزيد طول مثل ما تصير انفينيتي. بالضبط. فكل ما صغرنا هاي، انا بديتها من هناك انت بديتها من هون. انا بديتها من الجهه هذيك، ضليت انزل ارتفاعه وازيد عرضه، انت صرت. وهذا بيساعدكم الدلتا على فكره في الكنترول سيستمز، لما بدك تفهم فيزيكلي شو معنى الدلتا. مش انا بقدر اعمل اكسايتيشن للكنترول سيستم او للدايناميك سيستم بدلتا؟ شو يعني دلتا؟ بجيب شاكوش، بجيب ازميل، بتحط الازميل على هاي بتضرب ضربه، الضرب الزمن تبعها لازم يكون له زمن، هو بقدرش يكون صفر، بس ممكن يكون واحد مايكرو سكند والارتفاع مليون، مليون في واحد مايكرو سكند اعطيني واحد، اوكي؟ هاي حتى نقربها بس للاذهان، لكن احنا بنرسمها بهذا الشكل. هلا هذا شو بقول لي؟ شو بقول ايش لو اجيت هون طلعت هلا شو احتمال انه يكون القيمه مساوي لايه؟ 1 على 6 واضح مش هيك؟ وهون عندي 1 على 6 زائد 1 على 6 وهكذا اللي اخذتهم من اف من اي لاف. وهذه هون بقدر، هذا صار ديسكريت راندوم فيريبل والقيم هون واضحه بالنسبه لكل واحد من القيمه. وهون بقدر اسال السؤال، بقدر اسال السؤال ايش البروبابيلتي انه اكس يساوي ايه؟ راح تكون 1 على 6. probability انه x يكون اقل من ايه؟ ايش بتساوي اقل من ايه؟ ما في يساوي هون. هو اقل من ايه؟ احنا المفروض انا رتبتهم بشكل اقل. كان لازم احط الايه هون، يعني احنا بنعتبر الايه اعلى شيء. يعني لازم هون الاحسن اني رتبتهم بهذا الشكل. 5 على 6. اوكي مضبوط. اعتبرت انه اقل من ايه؟ اقل من ايه راح يكون كل هدول مش هيك؟ اللي هو 5 على 6. اقل من او يساوي ايه؟ واحد. اوكي ماشي. اذا هذا بنسميه PDF probability density function.